أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال أعمال متميزة. اخترنا لكم اليوم السيد محمد صاحب بادل هول. نورتنا أستاذ محمد، نورت برنامج رواد الأعمال. نورين المكان، الله يحفظكم. تسلم، الله يخليك. خبرنا أكثر وعرفنا عن شخصك الكريم. اسمي محمد عبد الله العويس، بديت هالمشروع سنة 2021. شفنا إقبال كبير على الملاعب، بغينا ما كنا نحصل حجوزات عشان نلعب، فقلنا ليش ما نبدأ نحن المشروع ونشتغل فيه. يعني ما شاء الله بدأت المسيرة من شغف حب اللعبة، وهي لعبة البدل. خبرنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدموها في بدل هول. عندنا 3 ملاعب، وعندنا حصص تدريبية، وذلك عندنا مكان خاص، شاورات، لوكرات، وعندنا مسجد، وعندنا منطقة للحماء قبل جيم. يعني جميع ما يحتاجه رواد لعبة البدل في إمارة الشارقة. خبرنا أيضا عن المميز عندك عن باقي المنافسين، خصوصا مع كثرة اللعبة وكثرة حتى رواد أعمال البدل نفسه. أنا نقينا الملاعب، دورنا أفضل نوعية ملاعب اللي هي السوبر بانوراميك كورت، هي الأرضية مثل ما تلاحظ، الأرضية اللي لعبوا عليها الماستر فاينل سنة 2020. يعني هاي أفضل، يعني ككواليتي إحنا أفضل كواليتي للسوق. يعني التميز يكمن في كواليتي الملاعب، وأيضا حتى الملاعب فريملس. نعم. يعني من سوبر بانوراميك، سوبر بانوراميك اللي ما فيها أي توضيحا طبعا للمشاهد، ما فيها أي عواميد، يعني ما فيها أي أمدان. خبرنا ايضا عن الهدف والرؤيه المستقبليه اللي راسمينها في بادل هول. ان شاء الله نطمح ان نتوسع، نفتح في باقي الامارات ان شاء الله. طبعا دائم النجاح والتوفيق يا رب العالمين، وان شاء الله نراكم عالميا وليس فقط محليا، وليش لا. طبعا الامن والامان في دوله الامارات العربيه المتحده وتاثيره على استقطاب المستثمرين لازم نتكلم عنه، ونتكلم ايضا عن جهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا النطاق. خبرنا أكثر كيف ممكن يساعد الأمن والأمان على استقطاب المستثمرين. الأمن والأمان بيساعد الأجانب أن يستثمرون هنا ولا يخافون. نشكر دولة الإمارات على الجهود اللي تقدمها للأمن والأمان، تستقطب المستثمرين من الخارج. طبعا نشكر شيوخ وحكام دولة الإمارات أيضا على هذه الجهود أو المجهودات الرائعة التي تقدم. نحب أيضا نوجه رسالة شكر من بدل هول لشيوخ وحكام دولة الإمارات. نشكر شيوخ دولة الإمارات على التسهيلات اللي يقدمونها لدولة الإمارات العربية المتحدة في استقطاب الأجانب، والتسهيلات اللي يقدمون إياها لمشاريعهم. طبعا أكيد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة دائما ما كانت سباقة في أنها تجيب أو تسهل على المستثمرين سواء من داخل أو من خارج دولة الإمارات. طبعا في نهاية حلقتنا نحب نشكرك أستاذ محمد على ظهورك معنا اليوم، وحابين أيضا نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لبدل هون. احنا موقعنا في شارجة، شارع مليحة، صناعية 17، منطقة الصناعية 17 على الشارع العام. طبعا جميع أرقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي سوف تظهر أسفل الشاشة. شكرا لك مرة أخرى أستاذ محمد. إلى هنا أعزائي المشاهدين، ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.